مرتاح؟ لا. شخصيتك في الاغاني غير شخصيتك في الطبيعه؟ اه في الطبيعه انا ألذ بكتير. طب بيقولوا ان الدستات بتحصل بالاتفاق، ده بجد؟ انا عمري ما كتبت دست قبل كده. لوجو التكشيره ده جه ازاي؟ اتفرجي على الدوكيومنتري اللي عاملينه بتسين نويز هتعرفي كل حاجه. ايه اللي في جيبك دلوقتي؟ شوترتون. في محل في داون تاون كده مش عارف اسمه ايه، بس عايز اشكرهم. هم جيفت شوب ما بيبيعوش شوترتون يعني، فدخلت قلت لهم عايز لزق، فقال لي عيب وبتاع ومطلع لي، قلت له انا عايز اشتري عايز كتير، قال لي عيب وبتاع ومطلع لي دي وداني. فشكرا ليك انك اديتني الشوترتون ده احتفظ بيه يعني. هو كل الناس اكيد بتسال هو انت جايبه ليه؟ ما اقدرش اقول. انا صراحه عايز اعرف، انا الفضول بس. حاجه ليها دعوه يعني خططي النهارده بالليل الامسيه يعني. الشباب بيسالوا في ايه النهارده بالليل؟ ما مش هقدر اقول. البوم صامت فاهم، كله البيت شغال كل شويه. ها ليه ابي يوسف في الراب بيغير شخصياته كتير؟ بيزهق بسرعه. طب بتطور نفسك ازاي عشان تفضل موجود؟ مين اللي كتب السؤال ده؟ انت اللي كتب السؤال ده؟ لا تيم. تيم كامل كتب السؤال ده؟ تنمية بشرية جدا يعني. أبيو شايف نفسه فين بعد 5 سنين؟ يا رب ابقى لسه عايش ساعتها يعني، ويا رب ابقى سبت بقى الراب بقى والمزيكا والقرف ده كله. ممكن تكون بتعمل ايه مثلا؟ ابقى بقى متعلق بقى اكتر بقى بالفضاء بقى. من ناحية ان انا ابقى فاضي يعني. ها ها. سبتي الأسئلة ليه؟ ما انت مش هتقدر تقول. معروف عنك انك بتاخد بايد المواهب الجديدة، ليه بتعمل كده وبيكون احساسك ايه؟ عمري ما عملت كده في حياتي اصلا، انا شخص اناني جدا يعني. طب مين من الشباب الجديد بيخطف ودنك وبتحب تسمعه؟ في واحد اسمه مونس وواحد اسمه علي كريستي، عندهم اغنية حلوة قوي تقريبا اسمها الساقية. ابن طارق عنده اغنيه اللي هي مولعه الدنيا دي برضه بحبه جدا. في رابر بحب اسمعه جدا ما اقدرش اقول هو مين. هنشوف بقى اي البوم راس شيطان امتى؟ قريب، انا خلصناه خلاص يعني، هيبقى اول مره كده انزل البوم بقى صح يعني. لاش نخش في الهزار بقى. تعرف عندك كام بلاي على انغامي؟ 66 بلاي. تعرف ايه الاغنيه التوب بتاعتك على انغامي؟ لا بس هم قالوا لي. قالوا لي انها باش اعتمد. لما بتدخل انغامي بتسمع اي اغانيك انت ولا اغاني فنانين تاني؟ لا ما بسمعش اغاني الصراحه، بسمع بلاي ليست بتاعتي معظمها روك من سنه 99 لحد مثلا 2003 كده. بسمع لينكن بارك ولين بيسكيت وكون دي باندات كلها الترناتيف روك يعني. بلاي ليست بتاعتي معظمها ميتال او روك يعني من الحقبه دي. طيب ايه اكتر وقت في اليوم تسمع فيه انغامي؟ لا مش دلوقتي تخنان وتطول في الجيم. بس تروح الجيم امتى فاهم؟ بسمع اغاني وانا بتمرن، بس انا لو اتمشيت في الشارع مثلا في اي وقت لازم احط هيدفونز في ودني اشغل بقى من على انغامي الاغاني اللي انا بسمعها في البيت ساعات مع الموبايل كده فاهم، في الشغل قبل ما افطر طول الوقت بسمع انغامي في كل مكان. كنبه انغامي ناقصها ايه؟ فشار. ابي عنده فوبيا من ايه؟ يا لهوي. لا ما مش هقول، ليا اخصام وبتاع ما ينفعش يعرفوا الحاجات دي. بس سهلة، حاجات سهلة جدا. ايه الطقوس اللي لازم تعملها قبل كل حفلة؟ بدور كده دورية على الارض وبولع فيها نار كده لا نار. بس طقوس حسيت ان انا معاك معاك طقوس. انام كويس وما باكلش غير بعد ما بنزل من على الستيج اليوم ده. عندك اي مواهب مدفونة الناس ما تعرفهاش؟ والله بجد في حاجات بعرف اعملها ما اظنش ان حد يتوقع ان انا بعرف اعملها. بعرف اقعد اللي هي عارفه اللي هي عادة اللوتس اللي هي كده واقوم رافع نفسي كده من على الارض، وبعرف اجيب ايديا كده من ورا ظهري كده اهو برضو. والله العظيم بعرف اعمل كده. لا احنا مصدقينك. لو حياتك فيلم هيبقى نوعه ايه وهتسميه ايه؟ حصل خير مثلا. او معلش. ايه اول حاجه فكرت فيها النهارده الصبح اول ما صحيت؟ كلمه انغامي. كنت عايز تطلع ايه وانت صغير؟ كنت عايز اطلع مخرج. لو هتصحى في يوم في جسم حد تاني هيبقى ايه؟ في جسم حد تاني يعني حد بقى جسمه جامد يعني، هنختار جسم دروك مثلا. اخر مره عيطت فيها امتى وليه؟ بتفرج على زي الاوسكارز وكده يعني، فلما ناس بتاخد جوائز ساعات بتاثر يعني، ممكن ابقى نزلت دمع او اتنين. ايه احلى اغنيه سمعتها في 2022؟ بتاعت الواد اللي انا ما اقدرش اقول هو مين. احنا هنموت ونعرف هو مين. انا بجد اي حد يعرفني او بيقعد معايا عارف ان انا بسمع هذا الرابر طول الوقت. بتصدق في العفاريت؟ جدا. ايه الاكله المفضله بتاعتك؟ مكرونه وبانيه، فراخ ورز وملوخيه ثانيا يعني، اكلات بيت يعني، مش بقى سويت اند ساور مش عارف ايه
حطش اناناس في السلطه عادي. عندك تميمه حظ او حاجه بتتفائل بيها؟ يعني عندي اللي هو لو شاشه التليفون مكسوره او لو حد شاشه تليفونه مكسوره بقلق منه. يعني انا شاشه التليفون دلوقتي مكسوره فمقلق مني جدا. والله بجد ده بجد والله ده اعتراف ليك وكده فاهم اخواتي وبتاع اقول لكم حاجه كده حقيقيه عني بجد فاهم. يعني بحس الشخص ده مستهتر جدا. ليه وقعت سبت تليفونك يقع وسايبه وعايش بيه كمان كده؟ هتعمل فيها ايه؟ تمام يا عم ما انا كمان على فكره ما انا دلوقتي بمر بفيز فيها استهتار. يعني هتختار ورقه فيها تشالنج ده بقى مش اللي هو يطلع منها حاجه. يعني انا عندي 37 سنه ما مش فيها حاجه بجد. في حاجه؟ لا بجد. طب افتحي انت. طيب لا والله افتحي يا بيبو. لا لا افتحي انت افتحي. قول لنا اخر مسج جات لك او انت بعتها على الواتساب. بعت علامه الديفيجن عارف اللي هو بلس ماينس اللي هو بعتها لاوجي. بيتزا ولا برجر؟ بيتزا. انطوائي ولا اجتماعي؟ انطوائي. ساحل ولا جونه؟ ولا ده ولا عمري ما لا ما بحبش البحر ما بحبش السفر ما بحبش الرمله ما بحبش الشمس ما بحبش المزيكا اللي بتبقى هناك ما لا ما الناس كتير ما بحبش الشرطات. ايوه ده شرطه. ايوه قشطه يعني تمام الدنيا حر يعني مش قصدي قصدي بقى سايكل كده ناس كتير بشرطات كده ناس فاهم مرحه مش هنا مش هنا مش هناك خالص. بيت تكييف كنبه معينه كده تيشرت ما اتغيرش 3 ايام قاعد عارف اتبسط بجد فاهم. قهوه ولا شاي؟ شاي. شات ولا مكالمه؟ ولا ده ولا. قطط ولا كلاب؟ الاثنين. هنيدي ولا احمد حلمي؟ احمد حلمي طبعا. فيلم ولا مسلسل؟ بفضل فيلم. اخلص انجز اللي انت عايزه في ساعه ونص وما اشوفكش تاني. طب فيلمك المفضل ايه؟ فيلم اسمه سليبلس ان سياتل. صبح ولا ليل؟ بالليل طبعا. تنزل شوبينج ولا تطلب اونلاين؟ لو اقدر اطلب اونلاين اطلب اونلاين. يعني احنا خلصنا بجد؟